بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، اموركم ديما هانيه. اليوم السبت، خارجه بلا راجلي ولا بنتي، خارجه راسي. من بعد غادي تعرفوا علاش خارجه راسي. عنديكم معايا السنتر فيل، السنترم ديالنا ديال ايندهوفن، غادي ندور فيه تما شويه. مهم علاش خارجه بوحدي؟ حيت غدا كاين فادر داخ، يعني عيد الاب، وباقي ما خديت راجلي حتى شي حاجه. صراحه هنايا حدايا ما كاين والو، قلت نهبط للسنتر تما ونشوف شنو كاين. المهم انا غادا دابا باش نقبض الطوبيس، عندي الطوبيس مع 11:08 دقيق، ودابا راه 11 قد قد. نمشي نتسنى في هذوك الكراسي الهيها، وهانتوما معايا غدا زعما هي الناير هذا، شوف كيفاش غادي ندوزو بلا بلا بنتي وبلا راجلي. يلا من بعد نتلاقاو. هنايا صافي وصلت للسنترم، غادي داخله ليه. باقا كندور كنقلب، نقول انا كندور صراحة، و صافي قلت غدا نمشي دابا لإيسي باغ نشوف اشنو فيها، ومن بعد عاد غادي نرجع ان شاء الله. الجو واعر بزاف، عطيه واحد الاجواء زوينه، وبنادم خارج وكلشي بارك. زوين زوين الاجواء اليوم. انا باقا كندور كندخل من المحل لمحل، صراحه ما كنتصورش بزاف حيت كنكون مديره، كنكون برزطه، باقا ما لقيتش ليه كادو، باقا ما عرفتش اش ناخذ ليه صراحه، باقا حيره اش باقي ليا. دابا ايسي باغي غادي نمشي ليها شوف شنو عندهم، لما لقيتش حاجه سي باغي نشوف شي اندر وينكل، شي محل اخر نشوف. بنادم خارج، انا غنوريكم الاجواء كي دايره لها في السي بحال في السيفال. لهذا المحل نشوف شنو عنده، لا عنده شي حاجه ديال الرجال، غادي ندخل نشوف. لا عنده، بان لي يمكن هاد الشيء عيالات، يعني منو لي شي رجال. لا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلي على النبي وتبسم. البنات لقيت ليه سبرديله، خديت ليه بعدا سبرديله
وغادي نمشي نشوف لي شي ريحه ولا شي حاجه عاوتاني. اوكي فان هاغن فيها داكشي زوين ورخيص وكاليتي زوينه. انا خرجت دابا من فان هاغن غادا نمشي نشوف اي سي باري تاع عرفتي الجو مزموط حتى الغربي ما كاينش مزموط. اي سي باري راه هي اللي غندخل لها. بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الناس. أنا خشنا أبرتين عطي متقلة شو إيدية خديت لي ورود دابا غادي نمشي إن شاء الله المحطة ديال الطوبيس باش نركب الطوبيس. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. البنات انا دخلت للدار دابا جمعتها بعدا عاد هضرت معاكم حيت تبخرت بلا نجمع الدار. بغيت عين نشارك معاكم واحد السبرديله خداتها بنت لوستي البنتي بنت عمتها خدات لها بوما جابتها لها البارح في العيد كتموت على بنتي. ها نتوما جابتها ليها في بينك اللون بينك شتا زوينه النمره 24. انا قلت ليها بنتي كتلبس 24 حيت نور ما بقى لا والو تلبس 24 ما كاين لاش يجيبوا لها 23 ما تلبسش فيها وجبت لها بغيت نتقاسمها معاكم. غزاله بزاف عجبتني كنقول لك شكرا الهام. ودابا شنقول لكم نجمعوا هذه بعدا نطلع على بيتها. كيف قلت لكم كنمشيتو معايا درتو معايا اليوم هانتوما خديت ليه من فان هاغن شي حاجه تا
حتى الغدا ويحلها معاكم. و اي سي باري حتى هي دخلت واخا راه عندهم الغلا 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 وكانت عامره، يعني ما لقيتش حتى كيفاش نصور لكم، كانت ما نعاودش لكم عامره. خديت ليه كادو، داروا ليه ام باكي، شفتوا البنات كيديروا ليه زوينه، وحتى هذا كيبان بحال الجلد، وهي راه بابي كادو. غلفوا لي هنا غدا يحلها معاكم. صافي دزت الالبرتين باش ناخذ كريواسه باش نفطروا. شو هاد الكرواسه ديال البرتين كتكون كبيره ب 65 سنت. صافي هاد الاشياء هما اللي خديت. وبالنسبه للكريفات دخلت البنت، جبت البنت بعد العصيرات وشي حاجه كانت خاصني. مهم حتى الغدا ويحل معاكم هادشي. وبالنسبه للورد درتو في المو خليته بحال ما هكا حتى الغدا ويحلو هو راسو ويقادو ويحطو، فهمتوا؟ هذا ما كان اشياء من هنايا نخليها غير هنايا فوق طاوله الاكل حتى الغدا ويحلهم. صافي. وبالنسبه للعشاء قلت لراجلي هو يدير لينا شي حاجه نتعشاو بها وصافي، ما عارفه ما نطيب وراسي طاني وبقى ما دخلتش قريت التعاليق ديالكم. يلا خصني ندخل نشوف تعاليقكم، البارح غير دخلتو ونعست، يعني مابقاش عندي الوقت فين نقرا شي تعاليق ولا شي حاجه. والصباح راه غير فقت ومشيت خرجت، ويلا جيت دابا راها 6:15 وحتى لدابا عاد نبدا نقرا تعاليقكم وعاد نمونطي لكم في هذا الفيديو ان شاء الله، فهمتوا؟ المهم البنات غادي نقفل معكم لا فيديو هنايا، غادي نقول لكم تسناو مني غدا فيديو تشوفوني كيفاش غادي ندوز مع زوجي عيد الاب. وصراحه باقا ما عارفه اشنو غندير. المهم غدا راك نتوما معايا، اي حاجه درتها غديروها معايا وغتشوفوا الكادويات اللي جبت لي وتقولوا رايكم حتى نتوما. يا وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.